ولا قائمة الخطيب وحشة، ولا اللي شغالين مع الخطيب وحشين، تمام، ولا اللي بيدافع عن الخطيب وحشين، خلاص هو الراجل بتاع هنا. هنا دي الأزمة بتاعت الكابتن شوبير، هو الراجل عنده جمهور فيستغل هذا الجمهور فيما يبدو ليه تصفية حسابات ويخطئ إعلاميا. لو جينا نتكلم إعلاميا هو يخطئ إعلاميا، هو وقع فيما يمكن أن نسميه فاحشة إعلامية. ليه؟ لأن هو لما جاب الورق مثلا بتاع محمد فودة وقعد يقول له القضية الفلانية وحصل كذا ومش حصل كذا، طب ما هو على الخط ده، وهي دي بقى الأزمة اللي أنا عايز أتكلم فيها، على الخط ده هو الراجل يقدر أو غيره يعني من الناس اللي شغالين مع محمود طاهر هيطلع يقول لك ما هو أنت في انتخابات اتزورت ليك وفي وأنت اعترفت بده مثلا على سبيل المثال، وفي حاجات كواليس لأشخاص وأفراد وسيديهات وحاجات وبتاع مش عارف إيه، فنلاقي نفسنا قدام خناقة إعلامية إحنا في غنى عنها. يعني دي نصيحة والله لشوبير، يعني هو الراجل زاملني في جريدة الفجر فترة طويلة ورجل يعني إيه، فأنا بأهمس في أذنه ببساطة، أنت بتدخل الانتخابات دي اللي إحنا عايزين نعمل حاجة، عايزين نبني يا جماعة، نبني للبلد. بمعنى ايه؟ انت بتقيد الخطيب، الخطيب اعظم واحد في الدنيا بالنسبه لك، براحتك محدش يقدر يكلمك، لكن وانت بتقول انه الخطيب كويس مالكش دعوه بطاهر،